تفضل يا ابو مبادرة يا ابو خالد. ابن الرومي وكعادة العرب، العرب تكلموا في الأطلال وفي حب الثرى والرمال. ابن الرومي يقول: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا يرى غيري له الدهر مالكا. يا سلام. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك. الله الله. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وأنا أول قصيدة نشرت لي كنت وقتها برتبة ملازم أول، وأول قصيدة أعلنت على التلفزة، وأنت تتكلم عن الملك عبد العزيز الذي جمع به الله الأمة. أحسنت. وفرجت به الغمة. أحسنت. فالدعاء له ممتد على امتداد أنوار هذا الوطن. الله يجزاه عنا كل خير. اللهم آمين. وأبناء كلهم إلى أبو فهد الله يمد في حياته. فأنا الوقفتين لدي وقفتين بين الأقدم والأحدث. طيب تفضل. مطلع تلك القصيدة: رأيتك شامخا كالمعجزات، أيا وطنا نحبك كالحياة، بمنزلة على الأوطان تسموك منزلة السجود من الصلاة. يا سلام. فخيرك في فجاج الأرض يسري كضوء الشمس في كل الجهات، أتم بناك في أرض المعالي وأسسك المؤسس في ثبات، بحد السيف ترغيبا وقهرا على متن الجياد الصافي نأتي. جزاه الله عنا كل خير ملم الشعث من بعد الشتات، وأورد حوض سيدنا جزاء وأسكن في الجنان الخالدات. وهذا المقطع من 45 بيت، ولكن سننتقل إلى الأحدث، الصقر الوحيد. يا سلام. أيضا في الوطن. أيضا. وهي في مهندس الرؤية. استاهل. ونحن نرى أن المملكة هي قبلة الإسلام بلا شك. نعم. ولكنها أصبحت قبلة الاقتصاد. الحمد لله. ولم يكن ذلك إلا بهندسة قيادية صنعت الفرق. نعم. وبشباب يحمل القدرة على التغيير والقدرة على المنافسة والقدرة على الجودة. أحسنت. فقلت في قصيدة الصقر الوحيد: عزم تشكل للقتال عن المصير، فمحمد قد سار هيا كي نسير، هجم الفساد مكشرا أنيابه فاستل سيف الرأي والعزم الشهير، ما بعد لا ما قبل قبلة حلمنا، بجناحه حلم تهيأ كي نطير، صقر بنظرته مسارات المدى ينقض بالرؤيا على الحلم البصير، قد جاء مختلف القرار مدججا بالرأي والرؤيا على الصرح المنير، بحداثة فيها الجراءة قد جرت وأصالة كالوسم في عنق البعير، فالأرض قد نامت وكنا خلفها ثم استفاقت وهو قد قاد المسير، خاض الرهان فما التقى بخسارة إلا وبدل من خشونتها الحرير، ناموا وقد لاموا فصاغ نيوم كي تصل الرسالة للمواطن كالبشير، إذ صاغ من أعلى طويق شعاره ما قال إلا وهو مقدام قدير، شيم على قمم السرات قد استوت قد ساقها بيمينه نحو العبير، فكأن ساعده اليمين على طويق وكأن ساعده اليسار على عسير، وكأنه قلب يوزع نبضنا ويمدنا شغفا فليس له نظير، قاد البلاد إلى عبور آمن، هذا محمدنا الجدير ابن الجدير. ونعم ابو سلمان، ونعم صح لسانك، والله انا مستاهل المدح وهم اهل المدح، اسال الله ان يعزهم ولا يعز عليهم وان يرزقهم البطانه الصالحه وان يدل لهم العلم الغانم ويجعلنا وياهم من الفائزين في هذا الشهر ومن الغانمين يا رب العالمين. نعود لك يا ابو خالد، وما دامنا قطعناك نعطيك مشاركتين ما يب واحده. يستاهل. تفضل يا ابو خالد. عندي تغريده على ذكر الوطن. تفضل. أقول دون الوطن نار دون أقلط على الموت.